نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أفهم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد الخميس بإذن الله. معايا أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. خلينا نبدأ بأنه إذا معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه iOS، ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظامه أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. اللي حاب يسمع الحلقة من أولها، حاب يسمعها لين النهاية، حاب يرسلها لأحد يستفيد منها، رابط يرجع لها مرجع أو مصدر، حلقة حتكون كاملة موجودة على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب خلال 24 ساعة. طبعا انتوا عارفين اليوم معنا مستشفى الدكتور سمير عباس، ومعنا ضيف مميز، معنا الدكتور نبيل زقوت، زقوت استشاري أطفال حديثي الولادة. طبعا الكلمة هذه يعني هي عامة بالنسبة للخدج، بالنسبة للي دوب تولد، بالنسبة للشيء اللي يخوف ده الصغير اللي بيرعبنا على قد ما حجمه جدا صغير، إلا أنه في أصغر كمان من الصغير، وهذا هو موضوعنا اليوم. كل اللي نبغى نعرفه عن الأطفال الخدج، وكمان حنقول في خلال الحلقة كمان عن حاجة مرة حلوة مميز فيها يوم 17 نوفمبر، لكن أنا حابة نسمع من دكتور نبيل. كيف حالك؟ أهلا وسهلا بيكي والسادة المستمعين. خلينا نبدأ بالحاجة الحلوة، الاحتفال حق بكرة كده، نبدأ تفاؤل كده. في البداية أرحب بيكي وأرحب بالسادة المستمعين. نحن بكرة إن شاء الله في مستشفى الدكتور سمير عباس في الدور الرابع في الحديقة، حديقة الدور الرابع، حيكون في عندنا احتفال باليوم العالمي للطفل الخديج اللي هو يوم 17 نوفمبر. فبكرة إن شاء الله الكل مدعو عندنا في المستشفى في هذه الحديقة الساعة 7:30 مساء إن شاء الله. نحن عملنا دعوات لكثير من الأطفال اللي خرجوا من عندنا، الأطفال الخدج، ولأمهاتهم ولأبهاتهم، وفي كثير منهم حيحكوا معنا تجربتهم في المستشفى وتجربتهم مع أطفالهم الخدج. جميل، سمعنا شفتوا كم مرة كلمة خديج وخدج. الآن حنتعرف على هذه الكلمة والفرق بينها بين الطفل الرضيع أو حديث الولادة. ليش في طفل معين اسمه خديج؟ الطفل الخديج يعني بالنسبة لنا كاستشاريين أطفال حديث الولادة، أي طفل بيولد قبل 37 أسبوع حمل رحمي يعتبر طفل خديج. طبعا الأطفال الخدج في لهم درجات، في شيء يعني من أقل من 28 أسبوع، في 32 أسبوع، 34 أسبوع، في 24 أسبوع. نحن تعاملنا مع كثير من الأطفال الخدج عن عمر يعني لغاية يعني داون تو 24 أسبوع تقريبا، وأوزان صغيرة جدا كان عندنا. وفي عندنا أنا شفت 500 جرام. في عندنا كثير من الأطفال اللي إحنا تعاملنا معهم، واليوم حيكون في بعض الأمهات حيكونوا معنا في الاحتفال، أطفالهم ولدوا عن عمر 24 أسبوع، وفي بعضهم 25 أسبوع، وفي أوزانهم 500 جرام، وفي 600-650 جرام. لأنه زي ما أنتوا عارفين نحن يعني مركز متميز للأطفال، أطفال الأنابيب، فنحن نتعامل مع الكثير من الأطفال اللي يولدوا قبل ميعادهم. دكتور، يعني هي ليش كلمة طفل خديج أصلا يعني كلمة تخوف؟ إيش سبب في إنه الطفل إنه يتولد قبل وقته أو شيء زي كده يخوف؟ هل هو فعلا حجمه؟ لأنه لفتت نظري هذه النقطة. سؤال جميل. طبعا هو يعني طفل خديج أو طفل مولود قبل ميعاده، يعني أول شيء بيتبادر للأم السؤال فين حولده، يعني المكان اللي أنا حولد فيه الطفل هذا،
وهل حيكون طبيعي؟ كيف يمكن التعامل معه؟ كيف إيش مستقبله؟ فلكن الآن بفضل التجهيزات الطبية والإمكانيات العلمية الموجودة في الكثير من المستشفيات، ونحن طبعا نتميز بها عندنا في مستشفى الدكتور سمير عباس، أصبحت هذه المشكلة يعني سهلة الحل بالنسبة لنا. جميل دكتور، يعني إيش أسباب إن يكون الـ يعني هذه الولادة المبكرة ممكن تكون؟ جميل، يعني أكثر سبب من الأسباب اللي بتؤدي إلى الولادة المبكرة، يعني حاجة في الطب بسموه إديوباتيك، يعني غير معروف السبب. غير معروف السبب، أو تكون الأم حصل لها ولادة مبكرة سابقة. أي لسه كنت بس يعني هي اللي تولد مرة مبكر احتمال تولد مبكر كل مرة. أي ممكن هذه من ضمن الأسباب. طبعا ما يعني ما بقول الكلام ده، يعني أبا يعني أمهات ينزعجوا من الكلام. لا بس هي تستعد للولادة اللي بعدها، تستعد لشهر الخامس السادس تبدأ تكون مستعدة. فهذا يعني أكثر سبب يكون إديوباتيك أو غير معروف السبب. لكن طبعا في أسباب كثيرة تتعلق بالأم، تتعلق بالبيبي. بالنسبة للأم طبعا إذا كان في أمراض مزمنة زي مثلا السكر، الضغط، أمراض في القلب، أمراض في الكلى، أشياء تتعلق بالمشيمة، بوضعية الطفل، كيف، هل في تشوهات خلقية، يعني في حاجات تتعلق بالبيبي بالطفل، وفي حاجات تتعلق بالأم، وفي حاجات تتعلق بالمشيمة. خوف، وخوف منطقي وجدا طبيعي ممكن يكون عند كل أم وكل أب. عشان كده أنا أدعوكم لأنكم تسمعوا هذه الحلقة من باب كمان حتى الإطمئنان، ومن باب معرفة المخاطر. في معرفة المخاطر أو المضاعفات أو المشاكل أو المخاوف، وإيش اللي منها تعالج تماما، إيش منها انتهى تماما، إيش احتمال حدوثه جدا وارد، مع دكتور نبيل دقوت اليوم استشاري أطفال حديثي الولادة، وبنتكلم عن كل حاجة حابين تعرفوها عن الأطفال الخدج. حنطلع أول فواصلنا، قبل ما أطلع الفاصل بس خليني أقول لكم كيف تقدروا تتواصلوا معنا. 012-616-1100 رسائلكم على 055-66-89001. فاصل، خليكم على السماء. مكملين معاكم أسئلتكم على 012 إذا اتصال 012-616-1100، رسائلكم على 055-66-89001. استشاري الأطفال حديثي الولادة دكتور نبيل معانا اليوم من مستشفى الدكتور سمير عباس. في سؤال في رسالة بيقول عندي ولد اتولد في الشهر السابع من الحمل، حاليا عمره 5، طبيعي وذكي الحمد لله ما شاء الله، لكن يتحرك ويلعب ويتكلم كثير وبعض الأحيان يتأتئ، هل هذا ليه علاقة بأنه حديث أنه خديج الطفل؟ أهلا وسهلا فيك مرة تانية. طبعا هذا بيعتمد كيف كان وضعه في الحضانة، فلازم يعني لازم ناخد تاريخ مرضي للبيبي، كيف كان في العناية المركزة في الحضانة، هل تعرض إلى مضاعفات؟ لأنه في طفل خديج طبعا اللي بيتولد قبل ميعاد وبيتعرض إلى مضاعفات كثيرة، ويعني زي مثلا يعني بعد الشر عن الجميع، نزف داخل الدماغ، اعتلال في الشبكية، قصور في الرئتين، عمل الرئتين، وفي وصلة شريانية في القلب ما بتكون، ما بتقفل، بتقفل بعد كده بعد الولادة بفترة، وبكون طبعا معرض انه يجيله صفاري، مناعته بتكون ضعيفة، بكون عنده عرضة لانخفاض السكر، عنده عرضة برضو للالتهابات. فبالنسبة للطفل الخديج طبعا في اول سنتين يجب انه يتابع، يكون عنده متابعة دورية ومستمرة في عيادات الاطفال حديثي الولادة، يعني على الاقل يعني يكون عنده في اول 6 أسابيع تقريبا كل أسبوعين يكون في زيارة للعيادات، وبعد كده ممكن كل شهر أو كل شهرين أو كل 3 شهور عشان نشوف المهارات المكتسبة بالنسبة للبيبي كيف وضعها.
أنا أعتقد إنه البيبي ده يعني طبيعي جدا. الطفل في أول سنتين يحتاج إلى متابعة دورية ومكثفة من قبل استشاريين الأطفال حديثي الولادة، وكذلك يعمل له متابعة بالنسبة للدماغ اللي هي صورة تلفزيونية للدماغ، وكذلك فحص شبكية العين بصورة دورية. وكذلك في عندنا طبعا احنا في العيادات حديث الولادة بيكون في عندنا جدول المهارات المكتسبة للطفل، يعني في سن معين لازم يعمل الشيء الفلاني، لازم في مهارة معينة لازم يسويها. وطبعا في variation يعني في تنوع، تنوع من طفل إلى طفل بتختلف، لكن أحب أنه أبشر الجميع أنه معظم الأطفال الخدج اللي بيخرجوا من الحضانات معظمهم ما بيعانوا من أي مشاكل عقلية ولا فكرية ولا لها علاقة بالحركة أو بالتأتأة تبعت الكلام أو ما شابه ذلك. هذه إجابة سؤالك عزيزي، اللي عنده سؤال عن الموضوع يرسل رسالته على 055-66-8900-1 055-66-8900-1. طيب كنا بنتكلم عن المضاعفات دكتور نبيل، هل المضاعفات للطفل الخديج واردة في كل الأحوال؟ يعني هل لازم يكون في مضاعفة أو أكثر في طفل واحد، أم أنه لا ممكن يكون ما في أي مضاعفات لهذا الطفل؟ ممكن يكون ما في مضاعفات. يعني أحب أنه يعني الواحد يتكلم فيها بصراحة، لكن الطفل الخديج عنده عرضة للمضاعفات هذه أكثر من الأطفال مكتملي النمو، يعني أعني اللي أطفال اللي يولدوا بعد عمر رحمي 37 أسبوع. المضاعفات هذه ممكن تلافيها، ونحن بإذن الله تعالى ثم بالإمكانيات المتوفرة عندنا استطعنا تلافي الكثير 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 من المضاعفات. طبعا ما زي ما سبق ذكرت من ضمن المضاعفات هذه بالنسبة للأطفال الخدج مشاكل في الدماغ، يعني هم معرضين إنه يحصل عندهم نزف في الدماغ، وهذه ممكن يتلوها استسقاء في الدماغ، وبعد كده حيدخلوا في مشاكل يحتاجوا عمليات لي أو في بي شنت بيسموها. كذلك بالنسبة للعيون، العيون ممكن يكونوا معرضين لأنه يحصل عندهم اعتلال في الشبكية. كذلك في الرئتين، التنفس، الطفل بيتولد عنده التنفس ما بيكون طبيعي، في مادة اللي بتفتح الرئتين هذه بتكون ناقصة عندهم، وفي كثير منهم بياخدوا إبر ما قبل الولادة. كذلك بالنسبة للقلب يكون في وصلة شريانية مفروض هذه تقفل بعد الولادة، الأطفال الخدج ما بتقفل عندهم. فإحنا عندنا في مستشفى دكتور سمير عباس كل الأطفال الخدج معظمهم نحن نعمل investigation أو نتقصى عن المضاعفات هذه من أول دقيقة بيدخل فيها الطفل عندنا. في أول يوم بنعمل طبعا تصوير طبقي للقلب، عشان لو كان عنده مشكلة في الوسط الشريانية بياخد علاجات لها، وتعاملنا مع الكثير من الحالات بهذا الصدد. كذلك بالنسبة للرئتين بياخد المادة اللي هي بتفتح الرئتين، مادة اللي هي السيرفاكتنت. كذلك بالنسبة لتعرضه للإصابات البكتيرية أو الفطريات، فبيأخذ طبعا وقاية مضاد حيوي. الأطفال برضو الخدج بيكونوا معرضين إنه يجيهم صفاري. طبعا الصفرة في كثير من الأهالي بيتسألوا إيش حكاية الصفرة دي، اللي يقول طبيعي واللي يقول إنه بتحصل حتى للتسع شهور، اللي ففعلا إيش حكايتها؟ طبعا الصفرة يعني شائعة الحدوث سواء في الأطفال الخدج أو في غير الخدج، خاصة في أول يومين ثلاثة من بعد الولادة. لكن في الأطفال الخدج طبعا أو الأطفال اللي المبتسرين بتكون أكثر شيوعا.
ليه؟ لأنه الكبد ما بيكون لسه يعني بيفرز إنزيمات بكميات كبيرة تتعامل مع كريات الدم اللي تقدر يعني تتخلص من مادة الصفرة. كذلك بالنسبة للمضاعفات اللي بتعرض إلها الأطفال الخدج اللي هو انخفاض السكر. وانخفاض السكر بالنسبة لنا شيء مهم جدا، زي ما الكل عارف السكر هو غذاء للدماغ، فإحنا دائما بناخد بالنا كثير الكثير الكثير من هذه النقطة، لأنه يهمنا في المقام الأول إنه نحن نحافظ ونحافظ على حياة الطفل وإنه ما يكون معرض لأي مضاعفات. وبهذه المناسبة أكرر وأقول وأدعو الجميع، يعني دي دعوة مفتوحة، نحن اليوم هو الأربعاء، بكرة إن شاء الله الخميس الساعة 7:30 عندنا احتفال في الدور الرابع للأطفال الخدج، وحيكون من ضمن الأمهات اللي حييجوا أطفال 500 جرام وخرجوا من عندنا بدون أي مضاعفات، لا اعتلال شبكية ولا نزيف داخل الدماغ ولا مشاكل في الرئتين ولا في القلب ولا في الجهاز الهضمي، كله بإذن الله إن شاء الله. بالعكس نتمنى، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. دكتور، هل ممكن إنه طفل واحد يعني يولد بأكثر من مضاعفة واحدة، يعني مجموعة من المضاعفات هذه كلها، وإيش بتكون الأولوية لحل المشكلة فيهم؟ يعني أنا شايف المضاعفات كثير محصورة على أشياء مثلا معينة، لكنها برضو ما هي قليل أبدا، وكلها يعني ما تعتبر يعني خطرها بسيط أو شيء زي كذا، لا مشاكل، يعني أكيد أنه حضرتكم موجودين لعلاج المشاكل هذه أول بأول، لكن كيف بيتم اختيار المشكلة اللي حنبدأ لحلها إذا كان الطفل ممكن يولد بأكثر من مشكلة؟ طبعا هو بالنسبة للطفل الخديج لما يعني أول ما يتولد يكون يعني أول مشكلة بتصادفنا التنفس. طبعا في عندنا، إحنا عندنا في المستشفى في أجهزة حديثة جدا اللي تتعامل مع الأطفال الخدج، فيوضع على جهاز تنفس صناعي، وبعد كده يعطى مادة السيرفاكتنت اللي هي المادة عشان تنمي اللي الرئتين اللي بتحتاجها وبتكون هي أصلا ناقصة عند الأطفال الخدج. وبالمناسبة هذه المادة تتناسب طرديا مع العمر الرحمي للطفل، يعني الطفل كل ما كان خديج كل ما كانت ناقصة عنده أكثر، فنحن دائما بندعو يعني الطفل كل ما كان في رحم أمه مدة أطول بكون أفيد للبيبي ما بعد الولادة. زي ما ذكرت مضاعفات بالنسبة للبيبي كثيرة اللي هي الأطفال الخدج، لكن العمل الفحوصات المبكرة والتعامل المبكر بحرفية وبأجهزة معينة ممكن تلافي الكثير من هذه المضاعفات، مضاعفات الدماغ، نزيف الدماغ، اعتلال الشبكية، الوسطة الشريانية حقة القلب، انخفاض السكر، الصفرة، الالتهابات البكتيرية، الجرثومية، الفطريات، تشنجات ممكن تيجي للطفل نتيجة لانخفاض السكر، هذه كلها ممكن تلافيها إذا كان الطفل موجود في بيئة ملائمة تتناسب مع احتياجاته. دكتور نبيل يتكلم عن نقطة جدا مهمة حنرجع لها بعد الفاصل، جدا جدا رائعة ومهمة والكثير يغفل عنها، وهذا بيحصل مننا إحنا الكبار حتى في مشاكلنا الصحية، المتابعة يكون طبيبنا يقول تعال وتابع وراجع ويعمل لك خطة ويعمل جدول، وكثير مننا بيتخلى عن هذا الجدول، بيتخلى عن فكرة المتابعة، يقول لك أنا كويس، بتاخذ الأم ولا ده بتقول أنا بخير الحمد لله، هو بخير ما له داعي إني أنا أتعب وأروح بالمستشفيات. حنشوف أهمية المتابعة مع دكتور نبيل بالنسبة للطفل الخديج بعد الولادة وبعد خروجه بالسلامة من المستشفى. خليكم على السمع. مكملين معاكم، وكنا سألنا سؤال والاهتمام بالمتابعة،
الشخص الصح اللي لازم نسأله عن هذا الموضوع شخص يكون هذا تخصصه، مو تسأله هاي يا فلانة إيش رأيك أنت وديتي ولدك؟ لا والله ما وديته، هو تمام زي الفل، ما صار له شيء، خلاص ما حودي ولدي، تعب عليه وما تعب عليه. لا نفتي إحنا ونسأل الآن عن أهمية المتابعة بالنسبة للطفل الخديج في المستشفى وقديش بتكون مدتها بالتفصيل. لكن قبل كذا في سؤال أهم، هو قديش بيقعد في المستشفى من أقرب لأقصى حد دكتور نبيل؟ يعني إذا ما في مضاعفات متى يخرج؟ طبعا في صفات معينة وفي يعني ثوابت نحن بنتبعها بالنسبة لخروج الأطفال الخدج، وبناخد بعين الاعتبار حاجة مهمة جدا، يعني قبل ما نخرج الطفل لازم نجلس مع الأم نعرف الأم دي هل عندك استعداد إنك تتعاملي مع الطفل هذا بالوزن ده ولا لا، هل أنت متفرغة أو غير متفرغة. أتوقع من الخوف كلهم يقولوا لا. أتوقع لا إيه، فهل الأم يعني عندها استعداد أو لا. أنا وجدت هذا الكثير من الأمهات عندهم استعداد إنهم يتعاملوا مع الأطفال الخدج بأوزان صغيرة. في طبعا الأوزان متى نخرج الطفل في صفات معينة لازم نشوفها في البيبي. أولا لازم يرضع طبيعي، الطفل مش ممكن يرضع قبل 33 أسبوع عمر رحمي، فإذا كان هو 29 أسبوع أو 30 أسبوع أو 31 أو 32 صعب أنه يرضع طبيعي، فإحنا لما نخرج طفل لازم يكون يرضع طبيعي، هذه واحدة. الشيء الثاني لازم نتأكد إنه في زيادة مستمرة بالوزن، لازم يعطيني مؤشر إنه الطفل وزنه بيزيد، وهذه علامة صحية. الطفل اللي ما بيزيد وزنه معناته في مشكلة، في مشكلة طبية في البيبي وإحنا هنضطر إنه نبحث عنها. يعني بمواصفات معينة وبرغبة الأم واستعدادها من حقك تقولي ماني مستعدة وأحتاج وقت وأحتاج أتعلم أكثر، ومن حقك تقولي أنا مستعدة لأنه ظروف بيت عن بيت حتى تختلف. نرجع للموضوع اللي كنا فتحنا فيه أساسا هذه الفقرة وقلنا أنه بالنسبة للمتابعة هل كلهم يتابعوا مثلا كل 3 شهور أو مثلا بوقت معين، ولا في مثلا طفل لازم كل شهر وطفل لازم كل شهرين وطفل ممكن لمدة 6 شهور، قديش تستمر المتابعة ومدى أهميتها؟ طبعا المتابعة لازم تكون بصفة دورية وهي بتختلف من طفل إلى آخر، يعني زي ما قلت سابقا إنه من ضمن المضاعفات اللي نحن بنهتم فيها بكثرة اللي هي عملية النزف داخل الدماغ أو اعتلال في الشبكية. طبعا احنا بيهمنا انه نخرج طفل من عندنا هيلثي صحي ما عنده اي مشاكل، لانه الام اللي بتحمل 9 شهور تتمنى انه يكون عندها طفل ما في اي مشاكل صحية، هي عانت في الحمل، فلذلك ان شاء الله ربنا يعطيها طفل ما يكون عنده اي معاناة. فنحن بالنسبة للاطفال اللي في العيادات للمتابعة في أشياء كثير نحن بنتابعها، محيط الرأس، فحص العيون، الوزن، كذلك المهارات المكتسبة بالنسبة للطفل. وفي إحنا طبعا إحنا بنركز على الأمهات، بنقول لهم حتى لما هم خارجين من عندنا من الحضانة بنقول لها لما تجينا على العيادة جيبي ورقة وقلم أكتبي لك الأسئلة اللي أنت تبغي تسألين إياها في العيادة، كل شيء في بالك تعالي وإحنا هنجاوبك عليه. طبعا نحنا بنركز برضو على الوزن زي ما قلت، محيط الرأس، المهارات المكتسبة في العيادات. كذلك بنسأل عن موضوع فيتامين دال، كل الأطفال مفروض يأخذوا فيتامين دال 4 نقاط مرة واحدة في اليوم لغاية ما يصير عمرهم سنة. هذه طيب قديش مدة المتابعة؟ زي ما قلت هي بتختلف من طفل إلى آخر، لكن بالنسبة للأطفال الخدج غالبا تحتاج من 1 إلى 2 متابعة في عيادات.
في حال ظهور مشاكل، متى معدل ظهور المشاكل هذه من بعد من بداية المتابعة؟ وإذا ظهرت مشكلة دكتور كيف بيتم حلها؟ هل هي إعادة توجيه أو إنه بيكون كيف بيصير هنا الإجراء؟ طبعا على حسب المشكلة. نحن كثير من المشاكل اللي احنا وجدناها اللي واجهناها اللي في هي فترة المتابعة الشبكية في المتابعة اعتلال في الشبكية، طبعا هذه تحتاج إلى متابعة من استشاري عيون، ونحن بنتعامل في المستشفى عندنا مع استشاريين للعيون مميزين جدا، وعملنا يعني في عمليات حقن للعين لتلافي اعتلال الشبكية، هذه عملناها يعني للكثير من الأطفال عندنا في المستشفى، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما بيعانوا أي مشاكل في النظر أو البصر في لاحقا. بالنسبة للنزيف داخل الدماغ طبعا ده في اليوم الثالث نحن بنعمل ألتراساوند أو صورة ألتراساوند بالنسبة للدماغ اللي هي أشعة صوتية للدماغ. لو عنده لا سمح الله ظهر إنه في نزف داخل الدماغ سواء من الدرجة الأولى أو الثانية بنعمل له متابعة بعد أسبوعين، لو اختفت برضو بنعملها بعد 4 أسابيع، لو لا زالت موجودة بيكون بعد أسبوعين، يعني على حسب الحالة. وبعد كده بنشوف محيط الرأس هل هو بيزيد أو ما بيزيد، في عندنا جدول معين بنحط عليه القياسات وبنتابع محيط الرأس بالنسبة للحالات اللي بيكون عندهم نزف داخل الدماغ. كذلك في المتابعة نحن بنحرص أن نسأل الأم يعني كيف أنت بتتعاملي مع البيبي في البيت، هل بتردعي رضاعة طبيعية، هل بتعطي له حليب صناعي، كيف بتنيمي على ظهره ولا على بطنه. طب هذه الأشياء ما بيتم توجيهها من قبل أنه أعملي كذا وأفعلي كذا في ساعة وقت خروجها؟ أكيد أكيد نحن في بنعمل، بس هي برضو ممكن تغلط تسوي اللي في راسها. ممكن طبعا نحن عندنا في مستشفى الدكتور سمير عباس يعني حتى احنا بنشجع الرضاعة الطبيعية طبعا زي توجه العالم كله في هذا الخصوص، وفي عندنا يعني بريست ميلك إديوكيتورز مثقفين للرضاعة الطبيعية، وما بنعطي أي رضاعة صناعية إلا في تحت ظروف معينة، وتحت يعني إذا كان الطفل عنده مشاكل طبية أو الأم عندها مشاكل طبية ما تقدر تتعامل مع البيبي، نعم بتكون الحل الأخير. الحل الأخير. طبعا إحنا برضو عندنا في قسم الحضانة بنحرص على إنه الأمهات يكونوا ملاصقين لأطفالهم. هتقولي لي كيف حيكونوا ملاصقين؟ هل أنتوا بتسمحوا لهم إنهم يدخلوا يشوفوا أبنائهم؟ طبعا هي أم هتقول لي أبغى أشوف ولدي، فنحن بنحرص على هذا الإشي إن هي تدخل جوا وفي تعمل تعقيب وتلبس جاون وتتبع التعليمات لعدم نقل عدوى للطفل، وبنسمح لها تدخل، وحتى في بعضهم نسمح لهم يلمسوا البيبي وزي ما هو معروف انه هذا مفيد للأم وللبيبي. وفي هذا النقطة بالذات احب اقول انه في عندنا في مستشفى الدكتور سمير عباس، وهو يمكن المستشفى الوحيد في المملكة اللي عندنا حاجة بسموها بيبي ايموشنال ماشين. حنعرف عنها دكتور بس بعد الفاصل استأذنك، هل لازم نطلع فاصل الآن مستمعينا؟ ولا تنسوا تواصلكم معنا على 0556689201. رائع من مستشفى الدكتور سمير عباس، مراعاة الجانب النفسي جدا للأم في موقف زي هذا أو ولادة زي هذه للطفل خديش. خليكم على السمع. مكملين معاكم لكن هذه آخر فقراتنا اليوم،
وكنا بنتكلم على الأم وقربها من ولدها والمفروض قديش تكون قريبة من رضيعها. طبعا هذا بالنسبة للناحية النفسية والعاطفية مهمة جدا في التعامل للأطفال الخدج. نحن بنحرص دائما على أنه الأم تستمتع برؤية ولدها سواء كان خديج أو غير خديج وتكون على قرب منه، وهذا مفيد للأم وللبيبي، وحتى بنسمح في كثير من الأحيان أن هي تلمس البيبي اللي هو يعني جلدها يلمس جلده، وهذا مفيد جدا 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 زي ما ذكرت للبيبي وللأم. وحتى نحن بنحرص حتى بعد الولادة مجرد أن الطفل يخرج من رحم أمه بنحرص على أنه يكون ملامسة جلد الطفل لجلد أمه، وهذا مفيد زي ما ذكرت للبيبي وللأم. حتى في هرمونات بتخرج بمجرد ملاصقة جلد الأم مع جلد البيبي، وحتى الرئتين والتنفس تبع البيبي بيتحسن بملامسة أمه له. طيب في بعض الأحيان أطفال الخدج اللي بيكون وزنهم مثلا 600 جرام و700 جرام و800 جرام محطوطين داخل الحضانة، وفي كثير من الأجهزة موضوعة عليه، وفي أنابيب يمين ويسار وشكله كده ما الأم ما تقدر تلمسه. فنحن تغلبنا على هذه المشكلة في مستشفى الدكتور سمير عباس وأوجدنا جهاز يسموه البيبي إيموشنال ماشين، عبارة عن وسادة توضع تحت الطفل وهذه متصلة بجهاز تحكم، وفي مخدة الأم بتمسكها وتوضعها على صدرها. عن طريق الجهاز كمبيوتر معين تنتقل نبضات الأم وحركة تنفسها إلى البيبي، فلذلك بتحس الأم إنه هي كأنها بتلمس طفلها، والبيبي بيشعر إنه هو لا يزال عايش في رحم أمه. وهذه الخاصية مفيدة طبعا للأم وللبيبي، وأنا جربتها في كثير من الأمهات عندنا في المستشفى ووجدت يعني في يعني راحة تامة للأم، ووجدت السعادة على وجوه الكثير من الأمهات اللي ما بيتمكنوا إنه يلمسوا طفلهم في مرحلة من في مرحلة معينة من العلاج. متى وليش تم اختيار 17 نوفمبر هو اليوم؟ كانت قصة جدا جميلة يعني حابة نقول لكم. هي تفضل دكتور. طبعا يوم 17 نوفمبر من كل سنة اللي هو بصادف اليوم 17 نوفمبر هو اليوم العالمي للاحتفال بالطفل الخديج. رئيس الجمعية العام الأوروبية للأطفال حديث الولادة بنته ولدت في هذا اليوم. طب بعد ما فقط 3 توائم. فاليوم هذا يعني نسب إلى حدث ولادة ابنته. متى تحدد اليوم؟ في 2008. 2008 ولدت ابنة اللي هو مؤسس الجمعية الأوروبية للعناية بالأطفال حديثي الولادة، وهذا اليوم أصبح من تاريخ 2011 إلى اليوم يعتبر يوم عالمي ويوم مميز للعناية بالأطفال حديثي الولادة الأطفال الخدج. فحاليا في أكثر من 50 دولة بيحتفلوا باليوم ده، وطبعا زي ما احنا عارفين يمكن من كل 10 مواليد في طفل بيتولد خديج يعني قبل ميعاده، يعني تقريبا في يمكن أكثر من 15 مليون طفل بيتولدوا كل سنة أطفال خدج. ومن هذا المنطلق نحن بنحتفل بهذا اليوم لتلافي مضاعفات الأطفال الخدج، لأنه أنا شخصيا بعتبر الولادة المبكرة يعني هذه مشكلة قومية للدول للأمانة،
لأنه لا سمح الله مضاعفات الطفل الخديج له مضاعفات يعني كثيرة جدا على المجتمع، على الاقتصاد الدول، وعلى الأمهات والأهالي ومستقبل المجتمع بحد ذاته. دكتور صلحت لنا وصححت لنا معلومة، شاكرين لك. في تحت الهوى في الفاصل كنا بنتكلم انه يعني مرة متعارف، ما اعرف فعلا من فين، بس مرة متعارف عندنا كمجتمع يمكن او اكثر من مجتمع كمان، انه انه يقول الطفل لو 7 شهور هو بخير، لو 9 شهور تمام، في خطورة مرة كبيرة في الولادة، 8 شهور وهي الاكثر اكثر او اوقات الولادات خطورة. هل هذا الكلام صحيح دكتور؟ انا فعلا برضو انا سمعت الحكاية دي، و يعني ما أدري هم الناس من فين جايبينها أصلاً. أبغى أعرف. أنا ما عندي خلفية يعني من فين جايبينها، لكن طبياً المتعارف عليه إنه كل ما زاد العمر الرحمي للطفل وهو في رحم أمه بكون مستقبله أفضل من الناحية الطبية، بكون أقل عرضة للمضاعفات الطبية. يعني طبياً طفل أبو 8 شهور أفضل من طفل أبو 7 شهور، لكن اجتماعيا يقول السباعي ده سباعي أيه. يكون عنده ذكي ويكون يكون يعني بس نلف كلام اي تأليف احنا نقول يعني صح. فرصته في الحياة تكون اكثر، وهذا كلام طبعا طبيا غير واقعي للأمانة. مرينا دكتور في الحوار على انه هل انت كأم عندك استعداد تاخذي طفل ممكن يكون وزنه 500 جرام؟ ليش في خوف من مسألة الوزن؟ هل هو الوزن كل ما قل زادت المشاكل الصحية، ام انه الوزن بحد ذاته مشكلة وفي طريقة معينة للتعامل معه؟ ايه انا سبق انه ذكرت انه احنا قبل ما نخرج البيبي وفي علامات للخروج، نحن أنا بالنسبة لي يعني كاستشاري حديث الولادة، وفي كثير من الزملاء يعني بيشاركوني هذا الرأي، نحن ما بنخرج طفل أقل من كيلو 700 جرام. لكن في بعض مستشفيات تانية ممكن يخرجوا كيلو 600، في حتى كيلو 500 بيخرجوا، وخاصة إذا كانت الأم عندها استعداد. لكن كيلو 500 أو كيلو 600 لازم نتأكد إنه عمره بسموه correct gestational age، اللي هو العمر المعدل، لو تجاوز 34 أو 35 أسبوع. شايف كيف؟ فهذه مهمة جدا. طيب بالنسبة لهذا، بالنسبة للوزن، أنا بيهمني الوزن مع العمر الرحمي اللي كان فيه ما قبل الولادة، والعمر ما بعد الولادة، هذا مهم جدا. وزي ما ذكرت كيلو 700 أنا بالنسبة لي ما بخرج طفل أقل من كيلو 700 جرام. جميل دكتور، بس عندنا دقيقتين في سؤال جدا مهم يعني أبغى أسأله. الأم لما بتيجي بتولد في هذا الوقت ما بتكون تعرف إنه هي حتولد في السابع، يعني بتتفاجأ بإنه هي دخلت في المخاض وفي الولادة، وبتكون موجودة ما بتلحق تختار المستشفى، يمكن حتى ما تكون قريبة من المستشفى اللي هي بتتابع معها حملها من قبل الحمل أو خلال فترة الحمل. كيف تنصحها تتصرف في هذا الوقت؟ طبعا السؤال اللي بيتبادر للذهن لكل أم إذا كان هي حاسة أنه هي هتولد ولادة مبكرة، أو كان عندها مثلا تاريخ مرضي قبل كده أو تاريخ ولادة مبكرة، طبعا هي بتكون معرضة أن تولد ولادة مبكرة أكثر من الآخرين. السؤال اللي بيتبادر لذهنها في الأول، فين حولت؟ المكان اللي حولت فيه، وهذا سؤال مهم جدا، يجب انها تختار المكان المناسب. مو كل مكان يكون مناسب للعناية بالأطفال حديث الولادة، يجب انه يكون المكان مجهز بالكامل لاستقبال هذا الطفل الخديج، ويتم التعامل مع الأم حتى ما قبل الولادة. وفي إبر معينة، في إبر معينة بتاخدها الأم إذا كان ولادتها متوقعة خلال أسبوع، في كورس معين من الأدوية بتاخده
عن طريق حقن في العضل. وهذا مفيد للرئتين وبيمنع الطفل انه يتعرض الى صعوبة في التنفس ما بعد الولادة. عندك شهور وشهور شوفوا المستشفيات اللي حولكم، تأكدوا من خدمات المستشفيات اللي حولكم في كل الأحوال، حتى لو ما في شك في هذه المشكلة تأكدوا إن شاء الله ولادة آمنة وسلامة للجميع يا رب بإذن الله، ويرزق الجميع الذرية الصالحة اللي نفسه فيها يا رب. شكرا دكتور نبيل على وجودك معنا اليوم. شكرا لكم وأتمنى السلامة للجميع. ومرة تانية قبل ما أنهي اللقاء بدعو الجميع أنه يشاركونا فرحتنا واحتفالنا بكرة الساعة 7:30 في مستشفى الدكتور سمير عباس في الدور الرابع بحديقة المستشفى. دكتور نبيل زقوت استشاري أطفال حديثي الولادة من مستشفى الدكتور سمير عباس، مبدعين دائما، أطباء خبرة باحتراف طريقة وأسلوب، وحبيت في الكثير منهم برضو الاهتمام في الجانب النفسي جدا لحالة المريض. فكل التخصصات اللي استضفناها من مستشفى الدكتور سمير عباس يعني حقيقي مكان لكل مشكلة ولكل حدث عرضي أو مرضي ممكن يحصل بمستشفى الدكتور سمير عباس المكان المناسب. شكرا لكم على حسن الاستماع. حب أقول لكم أنا بكرة إجازة إن شاء الله، يوم الأحد يجدد لقائي فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو 11 الصباح. شكرا عبدالعزيز السحيم معنا من الإخراج، فمان الكريم وانتبهوا لبعض.